منذ انطلاق أولى جلساته في عام 1997 رسم منتدى قول سانت بيترسبورغ بصمته كأحد أكثر المنصات الاقتصادية تأثيراً على المستوى الإقليمي والعالمي. أكثر من 120 دولة تجمع في هذا المنتدى سنوياً، ورمزية اختيار مكان انعقاد هذا المنتدى كل عام لا يمكن تجاوزها، حيث تقع مدينة سانت بيترسبورغ على أو أقول وهي ثاني أكبر المدن الروسية، تقع على حدود أوروبا الشرقية وظلت عاصمة لروسيا القيصرية لأكثر من 100 عام. يستضيف هذا المنتدى سنوياً حوارات الأعمال الدولية والإقليمية والمفاوضات الهادفة لتطوير شراكات متبادلة المنفعة مثل منظمة شنغهاي للتعاون، مجموعة بريكس للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، وحتى منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط. تعمل روس كونغرس وهي الجهة المنظمة لهذا المنتدى والجهة المنظمة لمختلف الفعاليات الدولية الروسية، تعمل على تطويل رؤية الاقتصاد العالمي متعددة الأشكال مع نحو 166 شريكا اقتصاديا أجنبيا، ومع جمعيات الصناعيين، مع رجال الأعمال وجمعيات مالية وتجارية في 76 دولة، بالإضافة إلى 54 منظمة روسية عامة وهيئة فيدرالية تنفيذية وحتى تشريعية وكيانات روسية أخرى. منذ عام 2005 بات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرعى هذا المنتدى، من المتوقع أن يشارك في نسخة هذا العام قرابة 130 دولة بحسب مؤسسة روس كونغرس، وهي كما أشرت أكبر جهة منظمة للفعاليات الروسية الدولية، وستركز نسخة هذه السنة على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي أحمد حيدوسي. سيد حيدوسي صباح الخير، أهلا بك معنا على قناة الجزائر الدولية. اليوم نتحدث عن منتدى اقتصادي بمشاركة 130 دولة، شعاره التنمية السيادية هي أساس عالم عادل، وهو شعار تطلقه روسيا رغم الحصار الاقتصادي. ماذا يعني هذا سيد حيدوسي، وما الذي يريده بوتين من منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي؟ صباح الخير، شكرا على الاستضافة. صحيح أن روسيا تعقد هذه السنة منتدى سانت بيترسبورغ للمرة 26 في تاريخ هذا المنتدى الاقتصادي الهام، الذي يعتبر منصة من منصات لقاء رجال الأعمال والحكومات على مستوى العالم، على غير المنصات والمنتديات عبر العالم. ولما نقارنه مع مثلا منتدى دافوس على مستوى العالم، صحيح أن منتدى دافوس من حيث الوزن العالمي ومن حيث القيمة أكبر، يعتبر الأكبر على مستوى العالم، لكن منتدى سان بيترسبورغ أخذ مكانة في السنوات الماضية. وروسيا اليوم رغم الحصار الاقتصادي المفروض من طرف الغرب ونحن في الحزمة العاشرة، يحاول من خلال هذا المنتدى فك الحصار بدليل حضور متميز لبعض الدول، خاصة دول الخليج. نتحدث عن قطر بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال، نتحدث عن بعض الدول من أمريكا اللاتينية، وحتى مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، دليل على رغبة روسيا في كسر الحصار الاقتصادي المفروض عليها من طرف الغرب، وإيجاد مخارج، وإيجاد كذلك منطقة تبادل بين روسيا والدول التي تحمل نفس الرؤى ونفس التوجه، بحكم أن منتدى سان بيترسبورغ يمثل توجه اقتصادي يغاير أو يخالف التوجه الاقتصادي الذي تحمله الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بليبرالية متطرفة، بدليل أن شعار هذه السنة كان تنمية سيادية على أساس عالم عادل. ولما يتحدث عن التنمية السيادية يقصد سيادة الدول والعدل على مستوى العالم في اعتقاد روسيا، وكان هذا خلال حديث الرئيس فلاديمير بوتين
في افتتاح المنتدى لهذه السنة ركز كثيرا عن عالم غير عادل وسيطرة الدولار الأمريكي والتضخم على مستوى العالم، وتحدث عن الفلسفة الاقتصادية التي تفرضها الأمريكا وما سماه بالعولمة وسيطرة النمط الأمريكي. تحدث كثيرا عن هذا الجانب وطرح أفكار بديلة من خلال التنمية السيادية في ظل هذا العالم. لذلك هذا المنتدى هو عبارة عن طرح جديد لمقاومة الفكر الغربي الذي يحمل الليبرالية المتطرفة. هل هذا يعني أننا ربما أمام إعادة رسم للمشهد الاقتصادي العالمي، وأنه ربما يمكن لهذه الهيئات الاقتصادية الجديدة أن تكون بديلا، يعني كما ذكرت، أي أن الغرب لم يعد هو الوحيد اليوم المتحكم في اللعبة الاقتصادية الدولية؟ في اعتقادي أن روسيا وبعض الدول تحاول إيجاد بديل للنظام العالمي الذي يمتد تقريبا لمئة سنة، خاصة أن كرس هيمنته على العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وخاصة بعد سقوط المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي سابقا. فاليوم روسيا وبجمعها لبعض الدول التي صديقة لها وربما لتحمل نفس التوجه يعني تمتلك امتعاض عن السياسة الغربية التي تفرض عليها، سياسة غير عادلة في نظر هذه الدول بحكم أن الغرب على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بممارسات اقتصادية مثل التسيير النقدي، والتضخم هو المسؤول عن التضخم العالمي، وقد أشار إليها الرئيس بوتين خلال حديثه أن الغرب هو السبب الرئيسي في التضخم ويحاول تعليق هذا السبب في روسيا، وكأنها شماعة يعلق عليها كل إخفاقاته وكل المشاكل التي تصيب الغرب، والغرب الذي هو بقيادة طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هو المتسبب في ذلك. لذلك هذه المنصة تحاول فقط إيجاد يعني بديل يتسع يوما بعد يوم، بدليل أن حجم التبادل مثلا على مستوى البنوك بالنسبة للدولار في تراجع مستمر منذ لو نقارنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أين كان الدولار يسيطر على أكثر من 80% من التبادلات التجارية على مستوى العالم، اليوم انخفض إلى ما دون 50% على مستوى التحويلات البنكية في العالم، وظهور عملات أخرى على رأسها العملة الصينية التي أخذت تتسع دائرتها شيئا فشيئا، بعدما كانت في سنوات القليلة لا تمثل 5%، اليوم فاقت 30%، وبالتالي نحن نتجه نحو عالم متعدد الأقطاب ينتزع فيه الهيمنة الغربية. نعم، وحتى رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو صرحت بأن حجم المشاركة العالمية في منتدى بيترسبورغ الاقتصادي الدولي هو دليل بالنسبة إليها على فشل كل المحاولات الغربية لعزل روسيا. هل فشلت برأيك نظرية حصار ومقاطعة روسيا اقتصاديا؟ صحيح أن حسب الصحافة الروسية أن أكثر من 17,000 مشارك في هذا المنتدى، من خاصة من رجال أعمال ومؤسسات، وتحدث كذلك حتى الرئيس بوتين عن نوعية المؤسسات ورغبتها في تقديم اليد العون الاقتصاد الروسي، خاصة بعد مغادرة بعض المؤسسات الغربية لروسيا، وقال أنه لم تتوقف العديد من المصانع، بل بالعكس استطاعت أن تخلق مناصب عمل جديدة بخروج الشركات الغربية، واستطاع الروس أن يتأقلم مع الوضع ويثبت أنه قوي من خلال الشركات هذه من مختلف دول العالم، خاصة في مجال التكنولوجي والمجالات التي تحتاجها روسيا، والتي تريد مساعدة بعض الدول التي هي مشاركة في هذه الدول. لكن في اعتقادي أن
صحيح ان لما نقارن هذا المنتدى مع منتديات اخرى على مستوى العالم ما زال هذا المنتدى مقارنة وهذا ما أردت أن أسألك عنه. يعني منتدى بيترسبورغ أصبح يثير اهتمام الكثير من المراقبين، أصبحوا يطلقون عليه اسم منتدى دافوس الروسي الذي ذكرته في البداية، أو حتى دافوس الشرق. إلى أي مدى يمكن فعلا لهذا المنتدى أن ينافس الهيئات الاقتصادية الغربية؟ كما قلت أنه ما زال في الطريق، صحيح أن رقعته تتسع يوما بعد يوم نظر لتململ العديد من الدول ومشاركة العديد من الدول نفس أفكار التي طرحت في هذا المنتدى، خاصة أن كما تحدث في البداية أن منتدى دافوس يركز على عقيدة الليبرالية التي يحملها الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، الليبرالية المتطرفة التي تركز على ربح الشركات، في حين أن المنتدى دافوس ركز خاصة في شعاره لهذه السنة على التنمية السيادية في عالم، يعني يريد أن ويركز على الجانب الاجتماعي، وركز كثيرا كما قلت أن بوتين على هذا الجانب حماية الطبقات الاجتماعية القدرة الشرائية، في حين أن الغرب يركز على الشركات وربحية الشركات ومزيدا من الأسواق وتحقيق الأرباح، في حين أن العقيدة التي يحملها هذا المنتدى والتي يشارك فيها العديد من الدول ويرغب في الانضمام إلى هذه الفكرة هي عالم عادل تكون فيه المساواة بين الجميع، تكون فيه العدالة الاجتماعية، حماية للقدرة الشرائية، مجابهة التضخم، مكافحة الفقر، مساعدة الدول الأسواق الناشئة والدول الفقيرة. بالتالي يختلفان في التوجه من حيث أن المنتدى هذا سان بيترسبورغ والمنتدى مثلا دافوس أو المنتديات الأخرى التي تعقد على مستوى الغرب يختلفان في الفكرة وفي التوجه. لذلك هذا المنتدى صحيح أنه ما زال من حيث القيمة ومن حيث الوزن الحضور الأشخاص الوازنة والمؤسسات الوازنة على مستوى العالم ما زال في بداياته وفي رقعته فعلا تتسع شيئا فشيئا، لكن أكيد أنه سيصل ربما في السنوات القليلة القادمة لأن يساوي منتدى دافوس أو يفوق منتدى دافوس من حيث حجم الصفقات التي تعقد أو حجم التداولات أو حتى الدول المشاركة من حيث الناتج الإجمالي. الخبير الاقتصادي أستاذ أحمد حيدوسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.